بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم. حلقة النهاردة بإذن الله عن كيفية تفعيل جميع إصدارات الويندوز، سواء ويندوز 10 أو حتى ويندوز 11، بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة وكمان بسيريال أصلي من خلال متجر سي دي كي أوفر. متجر سي دي كي أوفر من المتاجر الجميلة جدا اللي بتوفر لك سيريالات أصلية لنسخ الويندوز عندك بسعر رخيص جدا، وكمان السيريال بتاعتها بتشتغل مدى الحياة. يعني أنت لو فعلتي نسخة ويندوز مثلا 10 بسيريال أصلي من متجر سي دي كي أوفر بيشتغل معاك مدى الحياة، حتى لو عملت فورمات للجهاز بتاعك وعملت تسطيب نسخة ويندوز جديدة تقدر انك انت تفعل بنفس السيريال عندك على طول. كمان الجميل زي ما قلت لك ان بتعمل لك تخفيضات كبيره جدا، يعني في صندوق الوصف هتلاقي فيك لك كود خصم بيوصل ل 25% على سعر النسخه. تقدر تدفع باكتر من وسيله دفع زي البايبل والفيزا واكتر من وسيله دفع ثانيه. فتعالى مع بعض نروح على سطح المكتب وتعرف على كيفيه تفعيل نسخه ويندوز 10 او حتى ويندوز 11 بسيريال اصلي من متجر سي دي كي اوفر. يلا بينا. متجر سي دي كي اوفر بيقدم لك عروض جميله جدا، يعني على سبيل المثال لو انت عايز تشتري نسخه ويندوز 11 برو بسعر رخيص جدا، زي ما انت شايف بالنسبه لعروض شهر مارس هتلاقي النسخه سعرها 31 دولار. كل عليك بس تضغط هنا على باي ناو، وبعد ما تخش على الرابط هتلاقيه موجود في صندوق الوصف. بعد كده هتلاقينا فكره كومون خصم بيعمل خصم 25% على سعر النسخه، وسعرها بيتحول من 31 دولار ل 23 دولار. كمان تقدر بعد كده تكمل عمليه الدفع، تضغط هنا على سبميت اوردر، وبعد كده هتلاقي عندك وسائل دفع كتير جدا زي الفيزا والبايبل وباي تقدر تدفع من خلالهم. بعد ما بتحصل على السيريال كل عليك عشان تبدا تفعل النسخه بتروح هنا على قائمه ستارت، بعد كده بتروح هنا على السيتنج. بعد ما بتروح على السيتنج بتبدا تروح هنا عندك على السيستم، وبتنزل تحت شويه عند خاصيه التفعيل، هتنزل زي ما انت شايف هتلاقيها بالشكل ده، تضغط عليها ضغطه. المرحله اللي بعد كده تبدا تضيف الكي او السيريال اللي انت حصلت عليه وتضغط هنا على نيكس، تبدأ تفعل بالطريقة العادية دي، وزي ما انت شايف هتحصل على نسخة مفعلة عندك مدى الحياة وتشتغل عندك مدى الحياة بالشكل ده حتى لو عملت فورمات للجهاز بتاعك. كمان من ضمن العروض الجميلة اللي بقدمها متجر سي دي كي اوفر هي عرض على ويندوز 10 زي ما انت شايف بمناسبة شهر مارس، سعرها 23 دولار. تضغط هنا على باي ناو، وبنفس كوبون الخصم بتبدأ تضيفه وتضغط هنا على ابلاي، وبيعمل لك خصم زي ما انت شايف سعرها بيتحول من 23 دولار ل 17 دولار. وبالنسبه لعروض البرامج المكتبيه اللي مقدمها متجر سي دي كي اوفر هو عرض على اوفيس 2019 زي ما انت شايف سعره 64 دولار بمناسبه شهر مارس. لو ضغطنا على باي ناو طبعا نفس كوبون الخصم هو ال 25% هيكون موجود في صندوق الوصف هو والرابط، تضغط هنا على ابلاي وبتحول سعرها من 64 دولار ل 48 دولار. كده شفنا بكل سهوله قدرنا نفعل الويندوز عندنا بسير الاصلي قانوني مدى الحياه. يا رب كل حلقه عجبتكم وكل استفدتوا منها، يا ريت مشترك في الشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.